دعاؤه عليه السلام على ضمره عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال علي بن الحسين عليهما السلام: موت الفجأة تخفيف على المؤمن وأسف على الكافر، وإن المؤمن ليعرف غاسله وحامله، فإن كان له عند ربه خير ناشد حملته بتعجيله، وإن كان غير ذلك ناشدهم أن يقصروا به. فقال ضمرة بن سمرة: يا علي، إن كان كما تقول لقفز من السرير، فضحك وأضحك. فقال علي بن الحسين عليهما السلام: اللهم إن كان ضمرة بن سمرة ضحك وأضحك من حديث رسول الله فخذه أخذ آسف. فعاش بعد ذلك 40 يوما ومات فجأة. فأتى علي بن الحسين عليه السلام مولا لضمرة فقال: أصلحك الله، إن ضمرة عاش بعد ذلك الكلام الذي كان بينك وبينه 40 يوما ومات فجأة، وإني أقسم بالله لسمعت صوته وأنا أعرفه كما كنت أعرفه في الدنيا وهو يقول: الويل لضمرة ابن سمرة، تخلى منه كل حميم وحل بدار الجحيم وبها مبيته والمقيل. فقال علي بن الحسين: الله أكبر، هذا جزاء من ضحك وأضحك من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله.